السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام في موضوع جديد. أعلم أنني تأخرت لكن ليس بمقدوري أحبابي، وشكرا لكل الإخوة الذين يسألون عني. أعتذر عن التأخير أحبابي. موضوع اليوم حول مشكل صادفته يتحدث عنه بعض الإخوة في إحدى المجموعات الفيسبوك، بسببه يتعرض الطائر الذي يحمل خاتم التحجيل إلى الكسر أو لا قدر الله بطر رجله أو موته بسبب الصدمة. هذه إحدى التعليقات التي دارت مع بعض الإخوة. هذا المشكل إخواني هو الأسلاك القفص أو السلك النابض الذي يوجد بباب القفص، فبعض الأحيان الطائر يلتصق بها مرة تلو أخرى إلى أن تقوم هذه الأسلاك بالتصاق في الخاتم الذي يحمله الطائر. في هذه الحالة عندما يريد الطائر أن يطير إلى الجهة الأخرى لا يستطيع، وبهذا يبقى يرفرف إلى أن تنكسر رجله ويبقى عالقا في مكانه. لا نريد أن نقع في هذه الأمور إخواني، لذا هناك بعض الحلول لهذا المشكل، ألا وهو أن نقوم بحجب هذه الأسلاك. إما نستعمل أعواد الحلوى أو نستعمل أعواد الأذن أو أقلام، يعني أقلام فارغة. أنا في هذه التجربة استعملت قلم فارغ فقمت بقطعه كما ترون إخواني، واستعملته بهذه الطريقة حتى لا نقع في المشكل، وهذا المشكل أغلب الإخوة يغفلون عنه. هذا كل ما يخص موضوع اليوم. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بشيء، فلا تبخلوا علينا بإعجاب للحلقة والاشتراك في القناة ونشر الموضوع لتعم الفائدة أكثر. وشكرا على متابعتكم. أراكم بإذن الله تعالى في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.